بعدسات هواتف من كانوا قريبين من المكان نقلت صور تفجيرين هزا العاصمة الأفغانية كابول، والمستهدف المستشفى العسكري في منطقة وزير أكبر خان، حيث تقع السفارة الأمريكية على بعد أمتار. وما بين التفجيرين اشتباكات بالرصاص بين مسلحين ومقاتلي طالبان. وعلى بعد أمتار تجمع شهود عيان نقلوا للعرب ما شاهدوه لحظة انفجار أوقع عشرات القتلى والجرحى. كنت قريبا من مكان الانفجار الأول وشاهدت الحرائق والدخان والفوضى، وبعد لحظات كان هناك إطلاق نار واشتباكات قبل أن يقع الانفجار الثاني. كنت أتناول الطعام قرب المستشفى العسكري، ثم حصل الانفجار وبدأ إطلاق الرصاص وهرب الجميع من المنطقة. جئت إلى المستشفى حيث يتواجد طفلي، وطلب مني الطبيب أن أجلب بعض الأدوية له، لذلك خرجت. أما حركة طالبان ففرضت طوقا أمنيا محكما حول مكان التفجيرين، ومنعت أيا كان من الاقتراب تحت تهديد السلاح، لتطرح أسئلة عدة عن خلفيات التفجيرين الجديدين بعد أسبوعين من الهدوء. التفجيرات تشير إلى أن الأمن ليس مستقرا، والأوضاع الاقتصادية الصعبة اليوم وانسداد الأفق ربما تدفع البعض لمساندة منهم ضد طالبان، وربما تعبر هذه التفجيرات عن ضغوط أمريكية على طالبان بأدوات داخلية. هكذا هو المشهد إذن، تفجيرات تطل برأسها بين الفينة والأخرى وسط تخبط داخلي على الصعد الأمنية والسياسية والاقتصادية. توقفت التفجيرات في أفغانستان لأسبوعين، لكنها عادت وضربت قلب كابول، وعادت معها هواجس حكومة طالبان الأمنية، فالسياسة والمساعدات الإنسانية الدولية مرتبطتان بالأمن في بلد لم تفارقه التفجيرات منذ عقود. علي رباح، العربي، كابول.